ولذلك لما قيل للعجوز عجوز نيسابور التي كانت رأت الرازي مع تلاميذه وكانوا يحيطون به بالعشرات يكتبون ما يتلفظ به من الأوهام والخيالات وسفاسف الأمور، من إعجابهم به كانوا يحيطون به كإحاطة الناس بالزعماء والملوك والسلاطين. فتعجبت وقالت: من هذا الرجل؟ قالت لأحد تلاميذ الرازي: من هذا الرجل؟ أهو السلطان؟ قال لا. قالت: أهو نائب السلطان؟ قال لا. أهو القائد فلان؟ قال لا. بحثت عن رؤوس فما يعني عرفت. قالت: إذن من يكون؟ قال صاحبه المعجب فيه: هذا الرجل فلان الذي يملك على وجود الله ألف دليل. قالت: لقد والله تعس وخسر وخاض، أفي الله شك؟ إن كان الأمر كما تقول فإن في قلبه ألف شك. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ هذا هو مقتضى الفطرة. ولذلك الشك مهما كان منشأه، سواء كان على سبيل الافتراء أو كان حقيقي أو أحدثه السؤال أو أنشأه المراء والجدل، فإنه باب وضلالة وفتنة. وينبغي لطالب العلم أن لا يعرض نفسه ولا لغيره لأي نوع من أنواع الشك بقصده. أما إذا حدث من غير قصد فينبغي أن يعالجه، يعالج الشك بأقصى درجات الكتمان، وألا يوسع دائرة الجواب على الشكوك في الدروس العامة والمنابر والمناظرات.